يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. أول حاجة خليني أعرفك على هياو ميازاكي. تعرفون هياو ميازاكي؟ أوكي بعضكم يعرفه بعضكم لا، بس من صورته كذا تحس إنه إنسان فاهم ولعيب، صح؟ تحس من الناس هذوليك اللي كذا قبل ما يودعك يعطيك نصيحة ويختفي تدريجيا كذا ويجي ضباب. المهم يا حبيبي الوجيه، هياو ميازاكي هذا يا حبيبي فنان وكاتب ومخرج سينمائي ومنتج أفلام ياباني، ويعتبر واحد من أشهر مخرجي ورسامي الرسوم المتحركة اليابانية. هو اشتغل على مسلسلات وعلى أفلام، ولكن تخصصه وإبداعه يكمن عادة في عالم الأفلام أو أفلام الأنمي. تعرفون عندنا ولينا؟ عندنا مين ما يعرف عدنان ولينا؟ كمان هيا عاد، هيا عدنان ولينا طلعوا لنا من تحت يدينه، وتخيل انه شعبية الانمي هذا لوين وصلت لكل العالم. مين ما يعرف عدنان ولينا؟ كلنا نعرف عدنان ولينا، هذه الحالة تكفي. هياو ميازاكي يا حبيبي قدر انه يوصل للعالمية باعماله الجميلة وخياله الواسع والغير اعتيادي. انسان يا اخي عقله مرة رهيب، احس كده لو نفتح جمجمته ما راح نلاقي مخ، راح نلاقي الوان وفراشات وبحيرات ملونة. انسان مبدع، انسان خياله ما له حل يا عمي. من قوة الاعمال اللي اخرجها واللي كتبها ديزني شخصيا تعاونت معاه في عدة أعمال، وترشحت بعض أفلامه للأوسكار أكثر من مرة، وفاز بالأوسكار برضو الواحد من أهم أفلامه اللي بنتكلم عنه بعد شوية، وفي أكثر من فيلم له موجودين ضمن قائمة أعلى 250 فيلم تقييما عبر التاريخ. مو أعلى 250 أنمي، لا، أعلى 250 فيلم، يعني مع شاوشينك وغاد فاذر والشلة هو موجود معه. غير أنه فاز بجائزة الأوسكار الفخرية، وغير أنه هياو ميازاكي يعتبر المؤسس الأول الاستديو جيبلي. عاد الاستديو هذا لا تخلوني ابدأ احكي لكم عن رسومات، ولا عن تحريك، ولا عن قصص، ولا عن خيال، ولا عن جرأتهم في دمج التكنولوجيا مع الطبيعة. اوكي هذه عادات هياو ميازاكي، بس هو ورث هذه العادات للاستديو. يا اخي عندهم خيال، ما تدري كيف يوصلون لهذه الدرجة من الخيال، كيف كذا؟ طبعا هذا كله كوم، والموسيقى التصويرية كوم. يا الموسيقى التصويرية كذا تتغلغل داخل روحك وتحضنك. يا اخي خلاص كفي، طبلت كثير صح. هذا ببساطة هو هياو ميازاكي الأسطورة اليابانية، وهذا ببساطة هو استديو جيبلي العظيم تبعه. والحين تعالوا خلونا نلقي نظرة على أهم أربعة أفلام لهياو ميازاكي من وجهة نظري أنا. الفيلم الأول وهو فيلم المفضل لهذا المخرج وهو سبيرتيد أوي أو المخطوفة، واللي صدر عام 2001. هذا الفيلم هو رائعة هياو ميازاكي، كتبوا أخرجوا شخصيا، ها شغلتني ذي الذبابة، كتبوا أخرجوا شخصيا ورسموا حركوا استديو جيبلي. الفيلم بقوته وسمعته اللي انتشرت حول العالم قدر انه يفوز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم رسوم متحركة عام 2001، وهذا كان انتصار كبير وساحق لليابان والعالم الأنمي بشكل عام. مو بس كذا، كمان قدر يحقق إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار عالميا، وهذا الرقم يعتبر رقم كبير وخيالي جدا في عالم الأنمي. أكيد تحمست تعرف إيش قصة الفيلم صح؟ تعال أقول لك. قصة الفيلم عن تشيهيرو الطفلة المسالمة والبريئة، خرجت مع أمه وأبوها منتقلين إلى بيت جديد ومنطقة جديدة، ولكن هم في طريقهم إلى بيتهم الجديد أبوها ضيع الطريق، ولقيوا أنفسهم أمام نفق صغير. كان بإمكانهم يرجعون أدراجهم، ولكن الإنسان وما أدراك ما الإنسان فضولي وملقوف، أخذهم الفضول إنهم يشوفون إيش في الجهة الأخرى من هذا النفق. ولما وصلوا لقيوا أنفسهم أمام مساحة خضراء كبيرة وجميلة، أخذهم الفضول أكثر إنهم يستمرون في اكتشاف المنطقة. وفجأة الطفلة تشيهيرو تلقى نفسها تائها في هذاك المكان المجهول، أمها وأبوها اختفوا ولا في أي أثر لهم، وتبدأ المنطقة اللي هي فيها تتحول إلى شيء آخر. تظهر مخلوقات وكائنات غريبة وعجيبة، وكل ما تتوقع إنها شافت العجب والعجاب تظهر أشياء أغرب وأعجب، وأخيرا تلقى نفسها في تحدي ومغامرة مخيفة بالنسبة لها، ولكنها برضو ممتعة وجديدة لك كمتابع. الفيلم صعب توصف الكلمات للأمانة، غريب بفكرته، عجيب بقصته وتسلسل أحداثه، ترابط الأحداث مع عناصر الفيلم وربطها بالواقع كان شيء يا أخي كيف كذا؟ إيش هذا؟ عمل جميل وممتع ومخيف في نفس الوقت، في أفكار كثيرة وإسقاطات صريحة لبني الإنسان وخطايا بني الإنسان من فضول وطمع وجشع وحقد وغل وحب السيطرة. فيلم راح ياخذك في رحلة قد تكون الأغرب في حياتك السينمائية. كل هذا كوم، والموسيقى التصويرية كوم. طبعا طبلت كثير للجزئية دي. البعض شبهوه بقصة أليس في أرض العجائب، ولكن شتان بين الاثنين. يمكن الرابط الوحيد بينهم انهم طفلتين دخلوا الى عالم غريب فقط. الفيلم غير انه حاصل على جائزة الأوسكار كمان مصنف في المرتبة 27 ضمن قائمة افضل 100 فيلم على موقع IMDb.
IMDb وحاصل على تقييم 8.6 من 10. ما تحب الأنمي أو لسه ما قد تابعت فيلم أنمي، الفيلم هذا أفضل مدخل لك لهذا العالم الرهيب. ومش بس كده، الفيلم مناسب للمشاهدة العائلية ولمن هم فوق 13 سنة ومدته ساعتين. الفيلم الثاني الأميرة مونونوكي أو برينسيس مونونوكي، واللي تم إصداره سنة 1997، بنفس مستوى فيلم المخطوفة ولكن في عالم ثاني وفكرة مختلفة. الفيلم هذا تقع أحداثه ما بين الغابات وأرواح الغابات، وما بين الإنسان وطمع ولا مبالاة تجاه الطبيعة. فيلم عن الخير وعن الشر، عن الوجود وعن العدم، فيلم بمثابة رحلة حالمة ما بين الطبيعة والثقافات والأساطير اليابانية القديمة. أي نعم قد يكون في بعض الثغرات، ويمكن ما تكون ثغرات، يمكن الفيلم أجمل من أننا نستوعبه بالكامل. لا، قصة الفيلم عن قرية صغيرة يعيش فيها ويحميها ويحمي سكانها المحارب والأمير أشيتاكا. وفي يوم من الأيام يمر على قريتهم كيان جدا غريب ومقزز، فيروح أشيتاكا علشان يتصرف مع هذا المخلوق ويمنعه من دخول القرية. ولكن من هذيك اللحظة ومن لحظة اشتباك المحارب بهذا الكيان الغريب تحول حياته إلى شيء آخر تماما. وفي الجانب الثاني من القصة عندنا الأميرة مونونوكي، وهي الأميرة اللي تم تربيتها بواسطة الذئاب وتعيش معهم. وفي الطرف الثالث من القصة عندنا السيدة إيبوشي، وهي امرأة قوية وتحب صناعة الأسلحة، وعندها قبيلة كاملة مستعدين يضحون بحياتهم لأجلها. بطريقة ما تتصادم مصالح هذه الثلاث شخصيات في القصة، ما بين شخص يحاول حماية الطبيعة ويحترمها، وشخص ثاني يحاول تدمير الطبيعة والاستفادة من مواردها، وشخص ثالث يحاول يلقى علاج لعلته. وإذا كان خيالك واسع بما فيها الكفاية راح تقدر تتنبأ بأحداثه. إذا كان خيالك واسع بما فيها الكفاية. الفيلم ممتع بصريا في كثير من أجزاء القصة، وهذا الشيء حقيقة أنبسطت عليه مرة، بالذات المناظر الطبيعية ومحاكاة تفاصيل الغابة الدقيقة ومزجها مع خيالها. يومي يا زاكي يا أخي إيش هذا؟ الأنمي قدر أنه يحقق إيرادات تجاوزت 160 مليون دولار، وكمان حاصل على تقييم 8.2 من 10 على موقع IMDb، ومصنف في المرتبة 68 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم على موقع IMDb. الفيلم الثالث Howl's Moving Castle أو قلعة هاول المتحركة، واللي صدر عام 2004. هذا واحد من تحف هاياو ميازاكي برضه. والفيلم قبل ما يكون فيلم أو أنمي هو أصلا رواية للكاتبة البريطانية ديانا جونز. هي كتبت الرواية وكل شيء، وهاياو ميازاكي بالتعاون معها حولها إلى فيلم أنمي. ولك أن تتخيل اللمسة السحرية اللي عملها هاياو على هذه الرواية، وكيف قدر يبث فيها الحياة بشكل يصعب غيره يسويه، فضلا عن أنه قدر يوصل بهذا الفيلم إلى ترشيحات الأوسكار برضه، ولكن ما فاز بس انه ترشح، والترشيح بحد ذاته اصلا انتصار. وكمان قدر انه يحقق ايرادات تجاوزت 200 مليون دولار. قصة عن شابة صغيرة اسمها صوفي، عندها هي واختها محل لبيع القبعات في مملكة انغاري السحرية. وفي ليلة من الليالي المظلمة قابل صوفي ساحرة مخيفة وجشعة، والساحرة هذه تروح وتسرق شباب صوفي بعد ما كانت شابة في سن الزهور، فجأة صارت عجوز. صوفي وهي مصدومة من شكلها الجديد وحياتها اللي انقلبت في طرفة عين، قالت يا ابويا ما ينفع اهلي يشوفوني بالشكل هذا، لازم اهرب لين اشوف لي حل. وبالفعل تقرر انها تهرب للبراري على امل انها تلاقي احد يفك عنا هذه اللعنة او هذا السحر. وفجأة وهي تتمشى في البراري تتفاجأ بوجود قلعة ضخمة متحركة، ومن هنا تبدأ المغامرة. أحكي لكم عن لحسة المخ، ولا عن السحر والخيال، ولا عن القلعة المتحركة المليانة عبقرية وخيال؟ بعدين شوف، صح في حاجة مهمة يا حبيبي نسيت أقولها لك، كل الأفلام اللي فوق بالإضافة إلى هذا الفيلم وبشكل عام أفلام هياو ميازاكي تميز بإيش؟ بشوية لحسة مخ. ممكن إنها شوية بالنسبة لي، ممكن إنها كثير بالنسبة لك، بس إنه في لحسة مخ في أفلام هياو ميازاكي، بمعنى إنه يحتاج لك تفتح وتركز وتحاول تفهم أكبر قدر من أحداث القصص في أفلام هياو ميازاكي. ولكن تدري وش الحلو في الموضوع؟ حتى لو ما فهمت وانتهى الفيلم وأنت مش فاهم، بتلقى نفسك تقول يا اخي والله هذا الفيلم مجنون، ايش هذا؟ يب بالضبط هو ده. الفيلم حصل على تقييم 8.2 من 10 على موقع IMDb، وحقق ايرادات تجاوزت 200 مليون دولار. الفيلم الرابع والاخير كاسل ان ذا سكاي او قلعه في السماء، واللي صدر عام 1986. يب مره قديم بس مره مجنون للامانه، ما هو بمستوى الثلاث الافلام الاولى اللي تكلمنا عنها، بس للامانه مستواه مره قوي. الفيلم هذا اول شيء انا مره احبه وعزيز على قلبي زيه زي اللي فوق، والموسيقى التصويريه اللي فيه مره رهيبه لدرجه اني اشغلها لما اكون اصمم ولا كذا حاجه احتاج لها روقان، اشغل الموسيقى التصويريه تبعه مره رايقه. غير كذا هذا الفيلم له معزه خاصه لانه يذكرني بعدنان ولينا. شوف
نفس رسومات عدنان، تحسهم اصلا تحس هذه لينا وهذا يشبه عدنان صح؟ وهالشيء طبيعي لانه من نفس الاستديو ونفس المخرج، ما يحتاج لها يعني. ثاني شيء بيئه وعالم الفيلم بشكل عام يا اخي فيها شيء رهيب، فيها لمسه بسيطه، لا والله مي بسيطه، فيها لمسه معقده وغريبه بس كذا فيها شيء جميل، فيها شيء كذا تحس انه ودك تعيش في ذاك العالم. غير طريقتهم في دمج الطبيعة والتكنولوجيا والتطور الصناعي، حتى الطرف الشرير في القصة لما قدموه كذا قدموه بطريقة مرة مضحكة اوكي شر، بس انه شر كذا ممتع. ما ادري كيف اشرح لكم بس بتفهمون اذا شفته. قصة الفيلم عن شيتا بنت تسقط من السماء وكأنها ريشة كذا تسقط بشويش، وفي طريقها للأرض يشوفها ولد في مثل سنها ويروح علشان يساعدها وينقذها. ولكن ليش شيتا كانت تنزل من السماء بهذا الشكل؟ وليش ما طاحت بسرعة طبيعية؟ غير عن هذه التساؤلات، شيتا عندها قلادة تحمل قوة عائلتها الغامضة، قلادة كذا تلبسها يفترض انها تحميها وبرضه داخلها قوة مجهولة. المهم بعد ما يساعدها هذا الولد ينطلق هو وهي في مغامرة، والمغامرة هي البحث عن مدينة اسمها لابوتا. يقال انها قلعة او مدينة او جزيرة كبيرة مخفية في السماء وبين السحب، وقلادة شيتا قد تكون فرصتهم للعثور على هذه الجزيرة. ولكن المدينة المخفية هذه ما هي هدفهم لحالهم، في عصابات وفي جيوش وفي محاربين وفي لصوص يسعون وراءها. بس كفي كفي يا وجيه خلاص، انا ادري كثرت كلام. فيب هذا الانمي يا جماعة وكل انميات هياو ميازاكي صراحة، إذا ما استمتعت بالفيلم بطريقة ما، هذا إذا ما استمتعت صدقني راح تستمتع بالموسيقى التصويرية والخيال كذا، اعتبر أنك قاعد تفرج وانت فاهم، تستمتع باللي قاعد تشوفه كذا بس تستمتع وانت تتفرج، لأنه جزء كبير للأمانة من روعة أعمال هياو ميازاكي واستديو جيبلي يعتمد على روعة وجمال قصصهم وخيالهم الواسع والموسيقى التصويرية اللي تشكل نسبة كبيرة من جمال وروعة أعمالهم. وأخيرا الفيلم هذا حاصل على تقييم 8 من 10 على موقع IMDb، ويب هذه كانت أهم 4 أفلام بالنسبة لي. للأمانة استديو جيبلي والفنان هياو ميازاكي عندهم أعمال ثانية مرة أحبها وتعني لي الكثير، ولكن الأربع أفلام هذه اخترتها لكم بالتحديد لأنها مرة قوية وقريبة إلى قلبي وأحبها، وأشوف إنها برضو أنسب وأفضل طريقة للي يحبون إنهم يدخلون إلى عالم الأنمي من أوسع وأجمل أبوابه. إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو، شاركوني أفلامكم المفضلة لهياو ميازاكي واستديو جيبلي، ولا تنسى اللايك لو أعجبك الفيديو والاشتراك في القناة لو أنت مشترك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.